سنتحول مباشرة إلى شرم الشيخ. همام مجاهد سيكون معه مزيد من التفاصيل. همام مجاهد، موفدنا إذن، موفد القاهرة الإخبارية، إلى شرم الشيخ لتغطية فعاليات قمة المناخ، سيحمل المزيد. همام، ما الذي تضمه أجندة يوم التنوع البيولوجي الذي خصصه المعنيون والقائمون على هذه القمة لهذا اليوم؟ اليوم هو كما تعلم يوم التنوع البيولوجي، وهذا التنوع البيولوجي أو هذا اليوم مخصص للعديد من الفعاليات والمبادرات التي ربما طرحتها الرئاسة المصرية، بالإضافة إلى عدد من الدول والتكتلات المعنية هنا في العمل المناخي في مؤتمر كوب 27 من أجل حماية التنوع البيولوجي في العالم، منها حماية الغابات التي اندثرت واندحرت في كثير من دول العالم، لا سيما البرازيل وأمريكا الجنوبية وأيضا أفريقيا، وأيضا حماية الشواطئ وحماية الأنهار وما إلى ذلك من شأنه أن يحاول في الحفاظ على ما يتعلق بالتنوع البيولوجي. لكن المهم حتى اللحظة أحمد في هذا المؤتمر هو المفاوضات الرسمية التي لا تزال مستمرة وإن تعثرت قليلا خلال الأيام الماضية والساعات الأخيرة، لكنها كما تقول الرئاسة المصرية لا تزال تسير في الطريق الصحيح وإن سارت ببطء. محور الخلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية والتكتلات التي ربما تنتمي إلى بعض الدول النامية والدول المتقدمة ما يتعلق بالتمويل كما تعلم بين الدول بين الكتلتين المتقدمة المتقدمة والنامية. نحن الآن لازلنا نتحدث حول رفض الدول المتقدمة في الوصول ربما إلى مبالغ محددة من أجل تمويل الدول النامية في الظواهر المناخية. نتحدث أن دول مجموعة 77 والصين اقترحت اقتراحا من شأنه أن يخلق صندوقا للخسائر والأضرار، ربما باكستان هي التي عرضت هذا الأمر، وبالتالي هناك دعم ودفع من قبل الدول النامية من أجل إنشاء صندوق جديد يعني بالخسائر والأضرار المتعلقة بالبيئة. هناك مناقشات لا تزال مستمرة حتى اللحظة من أجل الوصول إلى صيغة تفاهمية يمكن البناء عليها مستقبلا وصولا إلى يوم الجمعة. لفت الأمر أن هنا في أروقة المؤتمر هناك بعض الحديث ربما عن إذا لم يتفق المسؤولون وإذا لم يتفق أيضا كبار المسؤولين أو كبار المسؤولين هنا في هذا المؤتمر حول الصيغة النهائية، فمن الممكن أن يمتد هذا المؤتمر لمدة يومين إضافيين. لكن هذه المعلومة ليست معلومة رسمية، لكن هناك أقاويل وأحاديث تتحدث عنها بعض المصادر عن إمكانية أن يمتد هذا المؤتمر ليومين إذا لم يصل المعنيون باتفاق شامل ومتكامل حول قضية التمويل فيما يتعلق بهذا الصندوق وأيضا فيما يتعلق بالتمويل بشكل عام من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. إذا كان المجتمعون هنا اتفقوا سابقا على مبلغ 100 مليار دولار في عام 2015 فحتى اللحظة لم يتوصلوا فعليا إلى هذا الرقم. نحن الآن نتحدث في العام الماضي على سبيل المثال حول 83 مليار دولار. أيضا من ضمن النقاط الخلافية كما ذكرتها الرئاسة المصرية أيضا يعني الدول النامية تريد أو تبغي من هذا المؤتمر التوصل إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف. هذا التمويل لم يتجاوز ربما في العام السابق 23 مليار دولار من بين 83 أصلا حجم التمويل الكامل والكلي الذي قدمته الدول المتقدمة. المراد هنا يعني المرجو من الدول النامية هنا في المؤتمر أن يتم التوصل إلى قرار أو إلى بند في إعلان شرم الشيخ أو وثيقة شرم الشيخ يضمن وصول على الأقل ضعف هذا الرقم. نحن نتحدث عن قرابة 40 مليار دولار يتم رصدها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لمجابهة التغيرات المناخية بشكل عام وتحديدا فيما يتعلق بالتكيف. وإذا ما تحدثنا عن التكيف نحن نتحدث عن موضوعات تمس الإنسان بشكل مباشر سواء في القارة الأفريقية أو حتى في الدول النامية بشكل كامل. نتحدث عن نقص الغذاء، نتحدث عن حتى ندرة المياه والتصحر والهجرة غير الشرعية أو غير المنتظمة والطاقة النظيفة، إمكانية التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة وكل ما من شأنه أن يمس حياة الإنسان البسيط الموجود في الدول النامية. إذا المفاوضات برغم أنها تسير ببطء لكنها على الأقل في الاتجاه الصحيح. تسير ببطء لكنها في الاتجاه الصحيح. نحن سنتابع معك همام ومع زملائنا أيضا في مدينة شرم الشيخ ما قد يستجد أو يطرأ في مستقبل هذه المباحثات بين الدول المعنية بالتمويل والدول التي يفترض أن تتلقى الشطر الأكبر من هذا التمويل. همام مجاهد، موفدنا إلى مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.